بأخي الكريم اللي ترعى الأوسي واستقبلوا الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا دكتور عزيز وآدم. جاي هاي كل الأوراق لكم يا عم حسن. وزع على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه نبي الرحمة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نقف وقفة إجلال وتعظيم أمام صرح من صروح العترة المقدسة العترة المطهرة، وهو مولانا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما. الحديث شائك ولا بد أن نوجزه بمداخل تضيق علينا ساعة البحث. ابتداء قسمنا مسيرة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم جميعا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبرت عنه بالمواجهة، فترة المواجهة، وتتمثل بالإمام علي والحسن والحسين، وأضع أيضا زين العابدين سلام الله عليه في هذه الفترة، وإن تلونت المواجهة بأسلوب الدعاء والتقية لكنها كانت مواجهة بمعنى الكلمة. الفترة الثانية فترة الباقر والصادق، والقسم الأول من فترة الإمام الكاظم عليه السلام وعبرت عنها بفترة الارتخاء السياسي. الفترة الثالثة هي فترة الفترة العصيبة، فترة المكر والخداع والتآمر على أهل البيت، وتبدأ من قسم من عصر الإمام الكاظم، ثم الرضا، ثم الجواد، ثم الهادي، ثم العسكري، ثم الحجة المرتضى عجل الله فرجه الشريف. بهذا التقسيم نستطيع أن نقف بوضوح على هذه السيرة النورية. الإمام الرضا الذي نتحدث عنه في هذه الأمسية هو يقع في الفترة العصيبة، يعني في الفترة الثالثة. طبعا الإمام عمره 55 سنة، وهناك ظاهرة أن الأئمة لم يعمروا كثيراً بفعل سيف العباسيين والأمويين، ولعله يعني بعد الإمام الصادق الذي عمر 65 نوعا ما، الإمام الرضا له عمر أكثر من الجواد وأكثر من الأئمة الآخرين الذين هم بالفترة العصيبة. بعد 16 سنة، بعد 16 سنة من سقوط الدولة الأموية ولد الإمام، وولد الإمام طبعا في زمن المنصور سنة 148.
في تلك الفترة كان الإمام الكاظم هو الإمام، فإمامته هي التي تصدت للحكم العباسي، والإمام الرضا يعيش في كنف أبيه، يعني لم يدخل المواجهة المباشرة. اعتقل الإمام الكاظم عليه السلام سنة 179، وبعد 10 سنوات أو بعد استشهد سنة 183. إذن 183 عمر الإمام الرضا صار شقد؟ 35 سنة. تسلم الإمامة، تسلم الإمامة في زمن هارون، 10 سنين من إمامة الرضا في زمن هارون، 5 سنين في زمن الأمين، وخمس سنين في زمن المأمون، وانتهى عصر إمامة علي الرضا سلام الله عليه. إذن مدة إمامته 20 سنة. إذا أريد نفحص مسند الإمام الرضا وما روي عن الإمام الرضا وعن الإمام الكاظم، نجد هناك ثروة حديثية روائية كبيرة واسعة نوعا ما للإمام الكاظم والإمام الرضا. الإمام الكاظم كيف كان كله أو أغلب وقته، أغلب عمره كان معرض للاضطهاد، لكن الفترة الأولى كانت فترة يعني مجال لانشغلوا في بعض الاختلافات الداخلية ومواجهة الثورات، قضية ثورة فخ وغيرها، فاستطاع الإمام أن يستغل الظرف، ولذلك هناك طلاب وهناك مريدون وهناك آثار للإمام مكتوبة للإمام الكاظم. الإمام الرضا نفس الشيء. الإمام الرضا من خلال الاستقراء وجد أنه استغل الصراع اللي حصل بين الأمين والمأمون. هارون الرشيد طبعا ترك ولدين، الأمين والمأمون، أعطى الخلافة للأمين بشرط، قال أن يكون ولي عهدك المأمون، وأن توليه على خراسان خلال فترة ولاية عهده، بهذا الشرط أنا أعطيك الخلافة. قبل، لكن انقلب على المأمون وأراد أن يخلي ابنه ولي العهد، وهنا حصلت المشكلة بين الأمين والمأمون، حتى قتل الأمين وعلق رأسه على قصر المأمون فترة طويلة. طبعا ظاهرة قطع الرؤوس موجودة من ذاك التاريخ وأقدم من هذا التاريخ، لذلك هؤلاء حينما يعني يلتزمون بهذه السيرة الدموية لهم ما يبرر لهم ذلك التاريخ. الإمام الرضا عليه السلام أمه طبعا قلنا في الفترة العصيبة، لذلك الإمام الكاظم تزوج تكتم أو نجمة أو الطاهرة. هاي الظاهرة عند أهل البيت يعطون أكثر من اسم لزوجاتهم، وهذا حصل مع أم الإمام الحجة عجل الله، واستطاعوا بهذا الأسلوب أن يموه على السلطة العباسية ذلك الأمر. واسمها؟ نجمة أو تكتم، وسماها الإمام الكاظم حينما ولدت الإمام الرضا سماها الطاهرة، وهي معروفة بذكائها بمكانتها بفضلها في البيت العلوي. الإمام الكاظم عليه السلام أكو ظاهرة أخرى، إلى يمنا يخاطبون أبنائهم بتكريم، يخاطب يا أبا الحسن الثاني، لأن الإمام الكاظم يسمى أبا الحسن الماضي. هذه الكنى حينما يلقيها الأئمة على أبنائهم يتعاملون، يعني يرسمون خط تربوي في العلاقة مع الأولاد.
مو تيجي تضرب الابن وتلقي عليه القاب وكلمات وتصرخ وتعيط بوجهه، وبالتالي هذا ليس مسلك من مساء من للأئمة سلام الله عليهم. إذا عاش الإمام في كنف أبيه 30 سنة وتسلم الإمامة. الحكام الذين عاصرهم الإمام الرضا هم ألأم الحكام، إلا بعضا من كون اليمين انشغل بالحرب مع المأمون والأمين، بل مع المأمون وانشغل عن أهل البيت. لكن الرشيد طبعا قبله كان المنصور، لأنه أدرك فترة المنصور وأدرك المهدي والهادي ثم أجل الرشيد، لكن هو بلش يعني باشر إمامته في الرشيد، عصر الرشيد ثم الأمين والمأمون. الإمام الكاظم عليه السلام أوصى ابنه الرضا، قال له إذا مت لا تعلن إمامتك في عهد الرشيد حتى يتوضح الأمر لك أكثر. أحد الأصحاب يقول أنا كنت أسمع الإمام وإذا به قد جاهر بإمامته، فيقول صفوان بن يحيى: قلت له يا ابن رسول الله إنك أظهرت أمرا كبيرا ونحن خائفون عليك من هذا الطاغوت هارون. قال عليه السلام: مهما أراد هارون فليحاول فإنه لا سبيل له عليه. التفت أنا أشير إلى بعض الظواهر في حياة الأئمة، وهذه ظواهر مهمة في قضية تربية الأولاد، قضية تقسيمنا إلى قضية السيرة الأئمة الهدى، هذه نقاط مهمة جدا. ستيجي بعض الظواهر الأخرى من هذه قضية الإنباء. الإمام ينبئ عن أمر ويقع، وهذا أيضا من كراماتهم. فقال له ليحيى بن صفوان، قال له: لو قال رسول الله، ينقل الإمام الرضا قول رسول الله: لو استطاع أبو جهل أن ينقص شعرة من رأسي فاشهدوا بأنني لست نبيا. وفعلا النبي بقي وأبو جهل ذهب ولم يقتل، كان رأس الكفر أبو جهل. وقال الإمام الرضا: ولو استطاع هارون أن ينقص شعرة من رأسي فاشهدوا بأني لست إماما. وفعلا شنو حصل؟ هارون صارت معارك وين؟ في خراسان، في مرو، في منطقة شرق إيران، فذهب وانشغل بها وانشغل عن الإمام، فالإمام استغل فرصة عظيمة. لذلك ما ورد من مسند الإمام الرضا والروايات والأحاديث عنه عليه السلام هو استغل هذه الفترة وما قبلها. الإمام شوف التفتوا، مات وين هارون؟ مات في طوس سنة 193. سبحان الله أن الإمام سلام الله عليه يموت في طوس وهو يقول سأدفن في هذه التربة، والآن هارون هو قريب يعني مكانا من الإمام الرضا في نفس المكان، حتى تكون سهلة قضية الحساب وياه يكون أكثر سهولة معه. إذن الإمام في عصر الأمين استطاع أن يستفيد من بث الفكر، أما في عصر المأمون، المأمون شخصية
تختلف عن شخصيات الخلافة العباسية. أكثر الخلفاء العباسيين كانوا شديدين، مشغولين بالطيش باللهو، لم يلتفتوا للعلم، قمعوا بشدة أهل البيت، وخاصة هم ورثوا تاريخ أسود من المنصور. وبعدين جاء هارون الرشيد أساء أكثر. المأمون التفت إلى ظاهرة، يقال أن المأمون يمتاز بالمكر والخديعة، وهو رحيم مع أهل البيت أبدا، هو ماكر خداع، استخدم أسلوب يقال أنه شجع العلم والعلماء، وأخذ يعطي الهبات والجوائز لمن يكتب بحثا ويدخل في عصر العلم والمعلومات وغير ذلك. فتوسل بمختلف الحيل والرياء والخداع لإيهام الناس بأنه مع العلويين أو مع أهل البيت. لماذا؟ لأنه حينما نقل الخلافة إلى مرو، أهل بغداد وأتباعهم من العباسيين وأتباع الأمين الذين اختلف معهم كانوا يلومونهم أشد اللوم، هذا من جهة. وحينما جعل ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام زاد غضبهم هناك، فهو ليس حبا بأهل البيت ولا للإمام الرضا، إنما هو يريد أن يوطئ الأمور ويهدئها، لأن هناك ثورات، ثورة ابن طباطبة قوية كادت أن توقع حينما دعمه أبو السرايا، وكادت أن توقع بالسلطة العباسية، لكن استطاع أن يخدع الوسط الشيعي إلى حد كبير بهذه الممارسات. شنو الإجراءات اللي سواها المأمون؟ قال أن عليا عليه السلام أكثر أهلية وأولى بالخلافة بعد النبي، هذا أمر طبعا هذا يلامس مشاعر الشيعة والعلويين. النقطة الثانية، جعل لعن معاوية رسميا وسبه أمر رسمي، كما سنها معاوية على الإمام علي عليه السلام وألغيت في عمر بن عبد العزيز. جاء المأمون قال يجب أن يسب ويلعن معاوية على المنابر بشكل رسمي. ثلاثة، أعاد للعلويين ما غصب من حق الزهراء سلام الله عليها فدك، وأظهر تعاطف نوعا ما. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يقضي على الثورات التي اشتعلت، وكان العلويون يمتازون باحترام السنة والمكانة والفضل، يعني كانت عيون الأمة هم من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وعندهم تنظيم قوي، هذا التنظيم صحيح وغير مسلح لكن تنظيم اجتماعي. ذلك تشوفون أكو نقطة مهمة جدا، منذ عهد الإمام الباقر، طبعا الإمام علي مارس هذه القضية وله أصحاب وبنى كتلة صالحة، لكن برزت بقوة في زمن الإمام الباقر ثم الصادق، وهكذا إلى أن جاء الإمام الكاظم الرضا وهو بناء الكتلة الصالحة. ففي بحر الأمة حينما تسود القيم السيئة، حينما تسود يعني يضعف المجتمع وينهار، هنا المخلصون يتوجسون خيفة على مستقبل الأمة، فيروحون يتحركون في بحر الأمة فيوجدون هذا التنظيم من الكتلة الصالحة، فأوجدوا كتلة صالحة قوية وكان يخافها المأمون. لذلك الإمام الرضا وهو في ولاية العهد
كان يمارس طريقة بناء الناس، وبالتالي الإمام أوجد أرضية للتمرد على النظام العباسي والثورة عليه. المسألة الأخرى أن المأمون قلنا ليس سهلا، شنو قرب يحيى بن أكثم وسواه قاضي القضاة، ويحيى بن أكثم من أفسد الناس، يكتب عنه الراغب الأصفهاني وغيره من المؤرخين أن هذا كان شهوانيا وكان يعني المهم القلم يعني ينأى بنفسه عن كتابة شيء عن هذا الرجل، أو اللسان يتطهر عن ذكر هذه الألفاظ، فكان ساقطا بمعنى الكلمة، أصبح صديقا للمأمون في الحمام والبستان يقال إلى مكان آخر المهم في البلاط أيضا، فإذا أراد يذهب الحمام هذا يروح وياه، إذا يروح البستان يروح وياه، إذا يجي للبلاط يحضر معه، وهكذا. المهم في الأمر أن الإمام بعث المأمون خلف الإمام وأرسل رجاء ابن أبي الضحاك للإمام الرضا عليه السلام بأن يجلبه من المدينة إلى مرو. ماذا أوصاه؟ قال أعتني به كثيرا، المهم أن يصل سالما معافى، ولا تمر به على هذا الخط المعروف من منطقته مثل أهواز قم بأن شو اسمه المنطقة، ثم مشى قال مر به على منطقة بعيدة تسمى الجزيرة حتى لا يلتقي مع الناس. هذا يقول أنا كنت معه، وجدت فيه فضلا وعبادة لا تفارقه العبادة، ولا يمكن أن نمر بمدينة إلا ويهجم علينا أهلها بالأسئلة، وإذا به يتصدى ويجيب أحسن الإجابة فيلتف حوله الناس بشكل كبير بعد هذه الاستفتاءات. حتى في قضية نيشابور ذيك القصة المعروفة، حينما جاء له مئات العلماء أو أكثر، هؤلاء يسألونه عن ولو حديث واحد، واستطاع الإمام أن يروي لهم ويعطي لهم بعض علومه، وهذه السند المشهور عن الإمام سلام الله عليه الذي رواه عن آبائه المعصومين عن جده عن الله، الحديث القدسي وهو لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ركض العلماء خلفه قالوا له زدنا، قال بشرطها وشروطها، ثم ذهب. قالوا زدنا يا ابن رسول الله، قال وأنا من شروطها. هنا شو المعنى بشرطها وشروطها؟ أنا من شروطها، هو إمام، القضية قضية لا إله إلا الله توحيدية، إذن شو علاقة الإمامة بالتوحيد؟ لا يمكن الوصول إلى ساحة الولاية الإلهية إلا من خلال الإمامة، إلا من خلال الدليل المعصوم الذي يأخذ بأيدينا إلى بر التوحيد. أما الذي يريد أن يفكك بين التوحيد وبين الولاية والإمامة هو سيقع في المحظور ويقع خطأ. ماذا عرض المأمون على الإمام حينما جاء الإمام ووصل مرو ووصل خراسان؟ ف
فقال له أنا أتنازل إلك عن الخلافة. خلافة مو ولاية عهد، وأنت أصلح وأنت ابن رسول الله وأنت أعلم وأنت أبقى. طبعا هناك رواية مفصلة في مدح المأمون للإمام الرضا سلام الله عليه والرفض الإمام. ثم تنزل رتبة، قال طيب إذا رفضت الخلافة خذ ولاية العهد. رفض الإمام. حينما رفض الإمام فهناك حصل شيء، المأمون قال للإمام لقد عين عمر بن الخطاب للخلافة من بعده شورى تضم ستة، من هم ذول؟ وفيهم جدك أمير المؤمنين. لماذا رضي أمير المؤمنين؟ طبعا هاي الشورى الستة هم عثمان، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. عمر شنو قال؟ قال هاي ستة. فقيل له إذا تناصفت الأصوات ثلاثة بثلاثة من؟ قال من يكون عبد الرحمن بن عوف في كفتهم فهو له. يريد أن يخرجها من علي سلام الله عليه. هذا تهديد. شنو قال له؟ وكان جدك علي أحدهم، وقد أمر عمر بأن تضرب عنق كل من يخالف منهم، فلا مفر لك من قبول ما أردته منك، لأنني لا أجد سبيلا آخر ولا علاجا آخر. عندها قبل الإمام وقال بشروطها، ما قبل رأسا، قال بشروط. قال له شنو شروطها؟ قال إني أقبل ولاية العهد بشرط أن لا أكون آمرا ولا ناهيا ولا مفتيا ولا قاضيا ولا أعزل أحدا ولا أنصب أحدا ولا أغير شيئا ولا أبدله. وافق المأمون على طول. المأمون عنده غاية، عنده هدف يريد يوصل له. هناك نقاط حتى لا يقول واحد أنه الإمام كان راغب في ولاية العهد. الإمام لم يرغب بل كان مكرها، وقالها بنصه بنص كلامه الشريف أنه كان مكرها. لذلك هناك بعض الشواهد تؤكد عدم صدقية المأمون. أنا بس أشيرها عناوين. أولا عين المأمون بعض الجواسيس على الإمام حتى يراقبه فيكتبون له التقارير عن كل شيء. كان هشام بن إبراهيم الراشي من أقرب الناس للإمام، لكن اشتراه المأمون ووضعه حينما جاء في ولاية العهد وضعه على الباب فلا يسمح لمن يريد الإمام أن يقابله ويأتي بالناس الذين ليس حاجتهم الإمام. الإمام يناظر العلماء ويتغلب عليهم، زين؟ وحينما تحصل هذه المناظرات الجواسيس ينقلون كل ما يحصل في المناظرة إلى المأمون، فيزداد غيظ حتى يحقق الهدف مالته وهو قتل الإمام. بعد أن الإمام في جوابه إلى أحمد بن محمد البيزنطي اللي هو من جماعته وأراد أن يقابله، قال وأما أنك طلبت الإذن في لقائي فإن مجيئك إلي صعب عسير. الإمام يقول إلا كان هو العهد وعنده صلاحيات ما يستطيع يلتقي أي واحد، بس الإمام يدري أن هذه مكيدة. إذن هناك كثير من المسائل التي كان يعمل بها المأمون من أجل الإطاحة بالإمام
سلام الله عليه الإمام حتى في ولاية العهد حينما دعي إلى صلاة العيد صلاها ذهب ليصليها بطريقة ألبت المجتمع على المأمور فتسارعت جواسيس إلى المأمور وأرجع الإمام قبل أن يصل إلى المسجد للإمام ترك كل هذه الأبهات وكل هذه الزخارف وأخذ يعني حافيا وقد لبس بطريقة يعني تنبئ على أنه يحتج على واقع مترف لا يريده الإمام سلام الله عليه. لكن المأمون اقتربت الساعات والأيام من أجل أن يقضي على الإمام فدس له السم وقتله ظلما وعدوانا وبالتالي أنه تخلص وكتب إلى العباسيين في بغداد ها وقد مات الرضا فهل أنتم فلماذا لا تطيعوني انزلوا على طاعتي. إذن ماذا يريد؟ يخلصهم من العقبة الكبرى حتى يستتب الأمن وبالتالي تكون له السلطة القوية على المجتمع ويرضخ العباسيين مرة ثانية أتباع الأمين أخيه. إذن الإمام طيلة هذه الأمور طيلة هذه الفترات كان يلاقي زعماء النصارى زعماء اليهود أئمة المذاهب وهناك طبعا مناظرات طويلة يا ريت واحد يروح يرصدها ويتأمل بها بشكل واضح يجد أن هناك يعني حالة كبيرة أن الإمام رسخ فكرة أهل البيت وهو ولي عهد وهو قبل أن يستلم ولاية العهد كل ولاية العهد ترى مو أكثر من 3 سنوات كل ولاية العهد مو أكثر من 3 سنوات لكن خلينا بس أذكر ببعض أقواله الشريفة وأختم حديثي. الإمام رضا يقول المرء مخبوء تحت لسانه ويقول التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم أو يؤمنك من الندم مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار أنا أقولها حتى لنفسي أولا بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد ما هلك امرؤ عرف قدره الهدية تذهب أو تذهب الضغائن من الصدور هذه سياسة تربوية احنا احيانا حينما نزور صديق حتى لو تهدي له وردة هذه مهمة جدا. المسألة الأخرى يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله وخيركم لأهله. كيف علاقة البعض الآن مع أزواجهم؟ يجب أن تكون هناك مراجعة الزوج أو الزوجة. المهم في ختام هذا اللقاء طبعا هناك نقاط أخرى لكن بقدر ما أتاح لي الوقت بينت هذه المطالب وأخلص إلى هذه النقطة وأنهي حديثي أن بني العباس أشد ظلما من بني أمية بني العباس الذين حكموا أكثر من 5 قرون وبني أمية إذا أضفنا لهم حكم معاوية فقريب 90 سنة كلهم اجتمعوا على أن يبعد أهل البيت عن المرجعية الحقيقية وهذه جاءت من الخلافة الأولى إلى هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالثبات على خطهم
وهديهم، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين.